السياسيين للنهوض بالفعل السياسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدنا أن نفتتح السنة التشريعية للبرلمان باعتبارها موعدا سنوي مهم للقاء بممثل الأمة. ومما يضفي على لقائنا هذا طابعا متميز كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي. ونود بهذه المناسبة أن نشيد بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان لتخليد هذه الذكرى من خلال بلورة برنامج متكامل يهدف لإبراز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار المؤسسي لبلادنا. ذلك أن الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية بمبادئ الديمقراطية، وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي رائدا في محيطه الجهوي والقاري. فالبرلمان المغربي ذاكرة حية شاهدة على المواقف الثابتة والنضالات الكبرى التي عرفتها بلادنا في سبيل السير قدما بمسارها السياسي التعددي. غير أن الكثيرين لا يعرفون مع الأسف تاريخ مؤسستنا وما طبع تطورها من حكمة وبعد نظر ضمن مسار تدريجي وبإرادة قوية وخاصة دون أن يفرضه علينا أحد، وهو نفس النهج السليم الذي اعتمدناه لتعزيز مكانة المؤسسات، إذ أصبح البرلمان اليوم المسؤول الوحيد على إقرار القوانين. حضرات السيدات والسادة،
إن تطور المسار المؤسسي ببلادنا يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة النيابية على الصعيدين الوطني والمحلي باعتبارهما مسارين متكاملين، أولهما الانتداب البرلماني بما هو تمثيل للأمة ومهمة وطنية كبرى ولسريع سياسي، فعليكم أن تستشعروا جسامة هذه الأمانة العظمى التي تستوجب التفاني ونكران الذات والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم. ولا يخفى عليكم أن الولاية التشريعية الحالية تعد ولاية تأسيسية لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها، وباعتبارها مكملة للقانون الأسمى فإننا نوصيكم حضرات السيدات والسادة البرلمانيين بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني والنفس المنهجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد الدستور خلال بروة وإقرار هذه القوانين التنظيمية، كما ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة في القيام بمهامكم التشريعية، لأن ما يهمنا ليس فقط عدد القوانين التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين. وفي نفس السياق ندعو لإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية لتمكينها من النهوض بمهامها في مراقبة العمل الحكومي والقيام بالنقد البناء وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية بما يخدم المصالح العليا للوطن، كما نشدد على ضرورة اعتماد الحوار البناء والتعاون الوثيق والمتوازن بين البرلمان والحكومة في إطار احترام مبدأ فصل السلط بما يضمن ممارسة سياسية سليمة تقوم على النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي بعيدا عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية. وثانيهما الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي الذي يكتسي أهمية أكبر في الواقع السياسي الوطني لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين الذين يختارون الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية. فالمجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن كل يوم، أما الحكومة فتقوم بوضع السياسات العمومية والمخططات القطاعية وتعمل على تطبيقها. فالوزير ليس مسؤولا عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي أو عن نظافة الجماعات أو الحي أو المدينة وجودة الطرق بها، بل إن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه الخدمات العمومية في نطاق دوائرهم الانتخابية أمام السكان الذين صوتوا عليهم، كما أنهم مكلفون بإطلاق وتنفيذ أوراش ومشاريع تنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل وتوفير سبل الدخل القابل للمواطنين. إنها مهمة نبيلة وجسيمة تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية والقرب من المواطن والتواصل المستمر معه والإنصات لانشغالاته الملحة والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية، غير أنه في الواقع يلاحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي. فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك مع الأسف بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير من قبل هيئاتها المنتخبة، وهنا أستحضر المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا التي أعرفها جيدا وتربطني بها وبأهلها مشاعر عاطفية من المحبة والوفاء التي أكنها لجميع المغاربة. فقد خصصت لها أولى زيارتي سنة 1999 مباشرة بعد جلوسي على عرش أسلاف المنعمين، بل ومنها أطلقت المفهوم الجديد للسلطة. ومنذ ذلك الوقت
وأنا أحرص على القيام بجولات تفقدية لمختلف أحيائها للوقوف على أوضاعها، كما أتابع مختلف البرامج والمشاريع الهادفة لتجاوز الاختلالات التي تعيشها. واعتبارا لمكانة الدار البيضاء قاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دولي، إلا أن تحقيق هذا المشروع الكبير لا يتم بمجرد اتخاذ قرار أو بإنشاء بنايات ضخمة وفق أرقى التصاميم المعمارية، بل إن تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب أولا وقبل كل شيء توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم، وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية، واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات، رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة التي هي من أغنى مدن المغرب التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى؟ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي؟ فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة، وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح، وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلاً عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها. وأما الأسباب فهي عديدة ومتداخلة، فإضافة إلى ضعف نجاعة التدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، فإن من أهم الأسباب أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسييرها، والصراعات العقيمة بين مكوناتها وكثرة مهام أعضائها وازدواج المسؤوليات، رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم. وبكلمة واحدة، فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة. فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس أو مراكش مثلا، فإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير وجودة الخدمات الأساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بالدار البيضاء. وخير مثال على ذلك ما يعرفه مجال التطهير من خصائص كبير، بحيث تظل المنجزات محدودة وأقل بكثير من حاجيات السكان مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط وفاس ومراكش ومدن أخرى، وهو ما تعكسه على الخصوص نسبة تصفية المياه المستعملة التي تبقى ضعيفة جدا، إذ لا تتجاوز 45% بالدار البيضاء في الوقت الذي تم الإعلان عن التطهير الكامل لمدينة الرباط بنسبة بلغت 100%، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي أو في مجال تصفية المياه المستعملة، كما تصل النسبة في هذا المجال إلى 100% بكل من فاس ومراكش. إن هذا الوضع المعقد يتطلب تشخيصا عاجل يحدد أسباب الداء وسبل الدواء، ذلك أن تقدم المدن لا يقاس فقط بعلو أبراجها وفساحات شوارعها، وإنها يكمن بالأساس في توفير بنيتها التحتية ومرافقها العمومية وجودة نمط العيش بها. وهنا أذكر بما قلته في أول خطاب بعد تقلدنا أمانة قيادة شعبنا الوفي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1999، حيث أكدت أننا لا نملك أصلا سحرية لحل جميع المشاكل، ولكننا سنواجهها بالعمل والجدية والضمير.
وهو ما ينطبق على الدار البيضاء، غير أن المسؤولين على تدبير الشأن العام بها يتوفرون على الإرادة والعزم للنهوض بمدينتهم، وهو ما يتعين عليهم ترجمته على أرض الواقع. وأمام ما تشهد العديد من المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز القروية من اختلالات، فإننا نتوجه للأحزاب السياسية لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يحوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق وما تحمله من تحديات. كما نهيب بالحكومة والبرلمان لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى والإسراء بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها. وبموازاة ذلك، فإن الحكومة مطالبة بالإسراء باعتماد ميثاق لا تمرز إداري ما دام الأمر يدخل ضمن اختصاصاتها ولا يستلزم إلا إرادتها الخاصة، وهو الميثاق الذي سبق أن دعونا إليه عدة مرات. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتبر الانتدابين البرلماني والجماعي عماد الممارسة السياسية التشاركية التي ارتضاها المغاربة والتي لن تستقيم في غياب أحدهما. ومن هنا فإنه لا فرق عندي بينهما، ويبقى الأهم هو أن يقوم كل منهما بمهامهم الوطنية والمحلية وبواجباته تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه. كما أن أهمية هذين الانتدابين لا تكمن فقط في حسن تدبير الشأن العام على أهميته، وإنما تتجلى أيضا في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبلادنا. فقد واجهت قضية الصحراء خلال هذه السنة تحديات كبيرة تمكننا من رفعها بفضل قوة مواقفنا وعدالة قضيتنا، غير أنه لا ينبغي الاكتفاء بكسب هذه المعركة والإفراط في التفاؤل. فقد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضية ذن المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر ببلدنا. ذلك أن أغلب الفاعلين لا يتأبؤون بقوة إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك. فبدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من خلال الأخذ بزمام الأمور واستباق الأحداث والتفاعل الإيجابي معها. ذلك أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع، مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين. وهنا يجب التذكير مرة أخرى بأن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته. حضرات السيدات والسادة، إن الوضع صعب والأمور لم تحسن بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة. لذا أدعو الجميع مرة أخرى إلى التأبئة القوية واليقظة المستمرة والتحرك الفعال إلى الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها. وأمام هذا الوضع، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجح يعتمد جميع آليات العمل البرلماني لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية. وفي نفس الإطار، يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية،
تحمل مسؤولياتهم كاملة بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن. وبصفة ممثل أسمى للدولة ورمز وحدة الأمة، فإني لن أدخر أي جهد على جميع المستويات لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على سيادتها واستقرارها في ظل إجماع شعبنا الوفي وتضافر جهود كل مكوناته. فقد تربيت على حب الوطن، وكنت شاهدا كجميع المغاربة رغم صغر سني آنذاك على جو التعبئة وروح الوطنية العالية التي ميزت استرجاع أقاليمنا الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المضفرة وأبقرية مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك حسن الثاني أكرم الله مثواه، وهي الروح التي يجب أن تلهم كل تحركاتنا. وسأظل كما عهدتموني دوما في مقدمة المدافئين عن وحدتنا الترابية وقائدا لمسيرات التنمية والتقدم والرخاء في ظل الوحدة والأمن والاستقرار والإجماع الوطني الراسخ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا إذن الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة. نكتفي بهذا القدر.